الأخبار صفحة 3، مبادلة 25 سجين مصريا في إسرائيل بالجاسوس جرابيل خلال يومين. يعني امبارح طبعا تم يعني تقريبا الانتهاء من المفاوضات الأخيرة. في بعض أهالي أسر المسجونين المصريين في إسرائيل امبارح كانوا عاملين زي وقفات احتجاجية في شمال سيناء، اللي هم بيقولوا ان 25 ده ليس عددا كافيا، ان احنا كانت البداية بالحديث عن حاجة و80 وبعدين حاجة و70 وبعدين وصلنا وبعدين 28 وبعدين وصلنا 25. وفي على الجانب الآخر كان طبعا بعد مبادلة شليط ب 1027 أسير وأسيرة فلسطينية طبعا في المرحلة الأولى، يعني ان كان في ناس بتقول يعني فعلا ان احنا صعب علينا نفسنا ان مواطن إسرائيلي يساوي أكتر من 1000 مواطن فلسطيني. يعني أعتقد ان 25 طبعا ليس عددا كافيا، ولكن زي ما بنقول بالبلدي كده أحسن من ما فيش. صحيح مظبوط، هو فعلا جملة مؤثرة جدا، هو واحد قصاد كل ده، يعني واحد قصاد 1000 واحد قصاد 25. الوفد الأهرام النهضة يتجه لحصد ثلث من قاعدة المجلس التأسيسي. طبعا يعني أول المشاهد الإيجابية جدا لفرق الربيع العربي كان في الانتخابات التونسية، وطبعا المؤشرات بتؤكد أن حزب النهضة ذو الاتجاهات الدينية المعروفة، يعني حصل تقريبا ثلث مقاعد المجلس التأسيسي في تونس. هي دي الديمقراطية، لأن الناس راحوا أدلوا بأصواتهم. فعلا الجيد جدا في الموضوع أن حوالي 90% ممن لهم حق التصويت في تونس توجهوا إلى صناديق الانتخاب. يا رب إن شاء الله يوم 28 لو الأمور مشيت يعني كما هو منتظر أن احنا نوصل قريب من هذه الناس. يا رب يا رب يا ريت. الخبر بقى اللي معانا دلوقتي هو عمليات إعدام جماعية ضد كتائب القذافي واستمرار احتفالات التحرير. أنا الحقيقة معترضة قلبا وقالبا على العنوان، لأن العنوان مش المفروض أن هو يقول، معلش أنا أسفة أقول مش المفروض يكون كده. هي منظمة Human Rights Watch طلبت بتحقيق في ما أشيع أو ما قيل عن قيام الثوار في ليبيا بقتل حوالي 52 أو 53 من القوات المؤيدة للزعيم أو الليبي الراحل القذافي. طبعا دي في طور التحقيق، وارد جدا طبعا ان يكون حصل ده، لكن وارد كمان ما يكونش حصل. ملابسات موتهم كانت ايه او اعدامهم كانت ايه؟ الاقوى من كده الحقيقه ان قليل جدا من الناس دلوقتي اللي بتتكلم عن طريقه قتل القذافي والتباهي بالفيديوهات. صحيح. واصرار القنوات التلفزيونيه بالظبط بالتفصيل الممل. وانا الحقيقه بعيب على سواء قنوات رسميه في حول العالم او في مصر او فضائيات خاصه او تكرار إذاعة مثل هذه المقاطع والتمثيل بجثته، لأن يعني إذا كان ده حصل هناك وهو في تحقيق هيجرى، مش المفروض أن احنا نكرر مثل هذه المشاهد على المشاهدين الحقيقة. الخبر الأخير اللي معانا النهاردة يا أمينة المصري اليوم بالظبط اللي هو على طول عامل لنا قلق ده. الزراعة تطالب العسكري بإلغاء مواصفات حكومة نظيف لاستيراد اللحوم واللانشون. استيراد اللحوم أو اللانشون طبعا كان في المصري اليوم كانت انفردت بعمل تحقيق يعني استقصائي جيد جدا وأكثر من ممتاز الحقيقة. وأثبتوا أن في أحد مصانع اللحوم المصنعة اللي زي اللانشون والسوسيس والحاجات دي أن منتجاتها مضرة بالصحة العامة وبتسبب أمراض من ضمنها السرطان. وطبعا ما تمش الإعلان عن اسم المصنع، وإني كنت أود يعني يتم الإعلان عن اسم مش المصنع. مش عارفة ليه ما حطوش اسمه بعد أول حرف وأول حرف. طب ليه صحيح يعني إحنا مش عارفة بنداري على مين، ما عرفش قانونية ده إيه. ولكن إذا كانت في تحاليل أثبتت أن هذه المنتجات تضر بصحة المواطن أو من يستهلكها يبقى المفروض الإعلان عنها. تم ربط طبعا مواصفات استيراد اللحوم المجمدة بحكومة نظيف، وحسب ما قيل من قبل بعض أساتذة الزراعة أن هذه المواصفات تم تفصيلها. يعني أنت عارفة كنا عايشين عصر التفصيل في كل أنواع القوانين علشان تناسب عدد من رجال الأعمال ممن يستوردون هذه اللحوم المجمدة والمصنعة من الخارج، واللي هي غير مطابقة للمواصفات الأدمية يعني حتى مش الحيوانية. طبعا نأمل في معرفة أسماء المصانع والتي تسيء بصحة الإنسان. تحتاري شوي يعني هي أول حرف منها كذا وهي الأرخص وهي إيه؟ عمودي ولا رأسي عشان عشان نكمل. لكن هي طبعا بس احنا يعني احنا عندنا مشكلة حقيقية زي ما بتقولي. طبعا احنا عندنا عنصر سسبنس كده تمويه، ما تبقيش عارفة أول الموضوع من آخره. احنا لغاية دلوقتي مش عارفين هنروح ننتخب ازاي، وحكايه القوائم النسبيه والفرديه والاشخاص والمرشح مين المرشح اللي تم يعني شراؤه من قبل وفد من قبل حزب لصالح حزب اخر.
ارجع تاني اقول عشان ما نبقاش متشائمين قوي، نعتبر الانتخابات الجايه دي ان شاء الله زي نوع من انواع التسخين، وهي حاجه مؤقته خلاص. انتهى عصر الزعيم الابدي والمجلس الابدي ورئيس المجلس الابدي، ودايما في احتماليه تغيير او سحب الثقه من البرلمان. انت شايفه ان معظم الناس فاهمه يعني ايه انتخاب؟ لا، هي مش حكايه معظم الناس فاهمه، مش عايزين نقلل من المواطن العادي هو فاهم ايه ومش فاهم ايه، لكن عايزين نبص على الساحه الانتخابيه الحاليه تكون توعيه حقيقيه، مش توعيه حد لصالح حد. وما ينفعش ان انا اروح اقول لك انت ما رحتيش انتخبتي امينه خيري بانت كده ضد الدين وهتخشي النار، يعني في حاجات اصلا احنا بنلعب بورق ملتهب شديد الالتهاب جدا يعني. فاعتقد ان الطريقه الوحيده ان الناس تبقى فاهمه كويس مين هتنتخب مين، وتبقى فاهمه كويس ان هذا مرشح ليس مرشح ابديا خلاص، يعني اقصاه هيبقى 4 سنين، بل بالعكس لو ثبت يعني عدم جدواه ففي امكانيه قانونيه عن طريق القانون وعن طريق القنوات الشرعيه بانهاء فترة خدمته. يعني أنا بشكرك جدا بجد يا أستاذة أمينة أن أنت موجودة معانا النهاردة وكلمنا عن الأخبار الموجودة في الجرائد. يبقى لينا أنا بشكرك تزارة إن شاء الله. أكيد لينا قاعدة تانية إن شاء الله. ومشاهدينا كان معانا الأستاذة الصحفية أمينة خيري، وهي الصحفية بجريدة الحياة اللندنية. خليني أقول لكم أن قبل ما نروح للفقرة اللي جاية دي على طول هيكون معانا فاصل، يا ريت تشوفونا معاه، وهو مؤتمر كيفية المحافظة على تراث الواحات. إقامة جمعية المحافظة على تراث الواحات بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر كيفية المحافظة على تراث الواحات وأهمية آثار الصحراء الغربية في تنمية السياحة. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية للفقرة اللي جاية على طول.